خلص. هاي جايز، سو نحن اليوم مع دايلر. راح انتوا بتعرفوا انا قد ايه عندي حب وعشق لانه اغير يعني الشكل تبع العالم، لانه راح نصبغ شعره الوان كتير حلوه. ترى ما قالت لي ايش اللون، انا للحين ماني عارف ايش اللون، ما بيعرفوا شو اللون، فراح يكون مفاجأة اللون اللي راح يشوفه بعد شوي. يعني بقعد فيه كذا اسبوع بتمشى فيه. اه عملت لي مبدع نور، بعد هالصبغة انا راح افتح صالون. صدق صدق مرتبك ومتوتر جدا. وان شاء الله امي وابوي ما ينظرون هذا المقطع. لا هاي خالة ام دايلة. انا خايف اني اخسر اصحابي، اخسر شهرتي، اخسر حياتي كلها. بتعمل غنيتك الجديدة بالنيو لوك اللي راح اعمل لك اياه. ما اتوقع اصلع بتكون. وراح احط لكم رابط فيديو دايلر باول صندوق الوصف، سهل تنسوا تروحوا تشوفوا الفيديو بس نخلص بقناته. وعلى فكره في زر اشتراك احمر تحت، اذا انتم جايين من دايلر اضغطوه، اشتركوا بالقناه، حطوا لايك للفيديو. ان شاء الله انا اصبغ شعري. اذا وصل الفيديو تبعي 500,000 لايك بخليه يصبغ شعري. راح يحط هذا مشان ما اخرب له كمان التيشيرت، حرام. راح افتح ال دقيقة، أنا بدي طريقة التحضير كيف بتكون. ما تعرف؟ المراية مبينة بالكاميرا ولا لا؟ أنا هذا الأرض ما راح نعطي شيء. رح نعمل لك صبغتين، لازم ندمج صبغتين مشان يطلع لون كتير محترم. دايلر أحلى صالون بالعالم. رح ندمج الصبغة بهي الكاسة. هير كاب. عارف ايش قاعد تسوي؟ يا يا أول شيء لازم نفضي هاي. طبعا انا هاي الطريقه بتذكرها من وقت كنت بتركيا، كان عمري 14 وصبغت مره لبنت عمي وحرقت شعرها. لا 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 ما بيحتاج اقرا التعليمات، بس يعني مشان يروح متاكد. طلع هيك هذا ثاني شيء، هذا ثاني شيء. انت بتعرفي ساعديني. طيب نرجو ولا ما نرجو؟ عادي شي. اي شيء حتى هي عادي اي شيء. انا بس بشارك. اذا وصل الفيديو تبعي 500,000 لايك بخليه يصبغ شعري وبنتقم. انا ما ادري ايش راح تسوي بس بنتقم. بس لازم تجي على امريكا لتصبغ شعري. بدي اقرب طياره لامريكا. 500,000 لايك، ابغى المقطع يوصل 500,000 لايك. ماي جاد، ترى والله يوصلون. اي نو، ما بعرف والله يوصلون. بعرف اكرهك كثير. متحمسه هو حرام، خايف انا حاسه يعني من وشه شايفين خوف. دمجنا الصبغه وهلا راح نبلش نصبغ. شو قسمي؟ شيء لازم تقسمه الشعر مثل ما علمتنا الاخت في خلف الكواليس. هلا قسمناه، شعرك نظيف ولا وزر؟ نعم ايش فيه؟ رح نشيله هيك نربطه لازم. الله اسمي فاطمه. هلا رح نبلش نصبغ هذا الشعر. ناخذ الصبغ. احس رح اجيب العيد. نور نور لا تتهوري. ونحط الصبغه. واو رح نعمل لون كثير حلو. حاولوا تدخلوا الصبغه بالشعر. افتح هاي الربطه الحلوه. شو احساسك؟ احساسي؟ ايه خلي انتي المقطع بس. لا عن جد. اوه ماي جاد، ريحة هالصبغة كثير قوية. اذتني اذتني. الخطوة الأخيرة. لا ميتة. بدي 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 حواجبك. يا ويلي مليون، إذا وصل مليون بعد أصبغ حواجبي. حواجبك لازم تصبغهم على إيه؟ إيه؟ خلينا نصبغهم. إذا اللي لا 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 خليني اكمل اذا حطيت. هيك بهالطريقه وتحطوها. لا تبذروا جايز، ابدا لا تبذروا بالصف. انا اوريك. كل ام بالعالم تتمنى ابنها يعمل هاي التسريحه. كل ام بالعالم هيك هيك. ام دايلر هلا بتكون مبسوطه، عجبتها التسريحه، شعراتك هيك انضبوا، كانوا وقحين كثير هيك لفوق. شجره انضبوا. اه شجره من الكواليس. انا ما دخلت. بالون نور استاذ، انا ما دخلت. هلا رح ننتظر، ولكن بالفتره اللي رح ننتظر فيها رح ندردش انا ودايلر. لا والله صح، انت بتحب نور؟ انا؟ يا مين ما يحب نور؟ كنت احب نور بس بعد هذا ما احب نور انا. ولا حسيت بالزلم كان على اللي ناطره. بدي اروح لساعتك. لا 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 ما عندنا ازعاج. مواصفات فتاة احلامك.
جاوب. انا كيف بقول مواصفات فتاة احلامي بشكل زي كذا ما حسب هاي. لا عادي قول. اوكي يلا. جميله ذكيه على طبيعتها تتصرف. شكلا شو الملامح اللي بتحبها؟ سمراء شقراء عيونها زرق عيونها سود؟ ما يهم ما يهم الملامح ما يهم الشكل. اه عن جد؟ واو شفتوا لازم عشان تقول واو تمسح زيادة. سؤال متى آخر مرة سرقت؟ وماذا سرقت؟ سرقت من البقالة بس كنت صغير. شو سرقت؟ سرقت مصاصة وقعدت أصير أسبوع. لاحظت شيء على دايلر إنه هو شخصية طيبة يعني خلف الكواليس عن جد شخصية طيبة عنده جانبين بشخصيته جانب هادي وراكز وهيك بفكر وبشوف وجانب مجنون جدا بس الجانب المجنون ما بيطلع مع كل حدا بيطلع مع أشخاص معينين و طيب خلف الكواليس هي ابنها من زمان فشفت كيف حللت شخصيتك انت قل له صح ولا لا صحيح صحيح الكلام اللي قلته ولا لا صحيح انت شو شيء اكتشفته عن نور ستارز لما شفته نور ستارز دوم مجامله نور yeah. ستارز بالحقيقه افضل من اليوتيوب وانا باليوتيوب افضل يعني باليوتيوب شخصيه يعني جميله لكن بالحقيقه افضل كيف من اي ناحيه افضل يعني بيرسوناليتي يعني شخصيه تتزوج بنت أجنبية ولا عربية؟ بما أنك دائما بتحكي عن بنات الأجانب يعني ومعجب بيهم يعني عربية ولا أجنبية؟ عربية. شفتوا جايز بيلفوا مصيرهم بيرجعونا ما تخافوا أبدا أبدا نحن الأصل فين شايفين بلش اللون يفتح بلش اللون يصبغ نستنى كمان شوي عشان يطلع اللون أكتر متحمسين جايز؟ كلكم متحمسين كله متحمس يشمت فيك لنفرض انه الفيديو هذا وصل 5 مليون لايك شو اللون اللي حابب تصبغه بشعرك اذا احمر لا صبغ احمر اخضر انت شو بتحس شيء لون انت حابب تشوفه على مش على وشي يعني غير الاسود وردي وردي علي انا بالرمادي كده انتوا كنت فلسفتوا لا يعني جد شو بتحس اللون يعني حابب. وردي ليه وردي طيب كذا يصير وجهك غريب نور 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 صدق راح تندمي لا مين يوتيوبر عربي المفضل عندك بعد نور ستارز يعني يعني انتوا هلا ممكن تقولوا نور يعني حرام هيك عم تعمل لا مش حرام بعد ما تشوفوا الفيديو تبعه راح تقولوا نور اللي عملتيه بدايلر قليل يعني وقتها راح تفهم صح طبعا خلاص استنينا 40 دقيقة وراس احترق خلاص فالحين بغسل شعري كثير بجنن اللون يعني جدا بجنن جدا يعني يلا شوفك بعد شوي طبغنا شعر دايلر وهلا طلع اللون عجبك اللون؟ ايه عجبك والله؟ عجبه قال شفتوه عجبه سو لما يوصل هذا الفيديو نص مليون لايك وبدك تصبغ لي شعري ارحم شعري يعني وقتها فبالتالي بس انتوا رح تشوفوه عشان تتحمسوا يا ويلك يا ويلك لون مره قوي تطلع لك جامد عم بيندمج ايش لك هو دقيقه غطي اوكي اوكي يلا نور بارد نور شعري قاعد يحترق اللي حطيناه جدا قوي فمثل ما عم تشوفوا بلش يصبغ لازم ندخل اللون طبعا كثير منيح شعري عم يحترق عم بيحترق تتذكروا لما كان السبايكي موضة؟ تتذكروا هاي الموضة؟ نور انت الحين صدق فلتيها واستانست مرة يعني تتذكروا لما كان هاي التسريحة موضة؟ انا سمك القرش اليوم سبحت مع سمك القرش انا خلصت مو هلا احلى تعاون عن جد انا حاسة انه هذا التعاون لا عم بمسح بالمنشفة مش بالتيام عن جد بلا مجاملة مش هذا احلى تعاون شفته باليوتيوب؟ صح ولا لا؟ ما وجدت فيه هل؟ ايش ذا؟ نور نعم ايش هذا؟ شو؟ برتقالي؟ كان المفروض يكون احمر لك ردة فعلهم تكمل تمسح فيني لا مسح بالمنشفة مش فيك نور يوم الاحد عندي مدرسة اروح ببرتقالي بنتقم منك في مقطعي وهلا رح افرجيكم النتيجة النهائية احمر غامق
بطريقة فيها أورانج كمان إذا مثل عم تشوفوا، في لون برتقالي، في لون أحمر، وفي لون شوي أشقر غامق على بني مثل عم تشوفوا. خلاص يعني النسل. شو إيش صار بالتيشيرت بعد؟ آه بكرة مش أنا، أنت خربته، غسل شعره وخرب التيشيرت تبعه، فأنا ما دخلني. وصلنا لنهاية الفيديو، راضي عن النتيجة؟ ماني راضي. لا الحين بنتقم وبنتقم قناتي. Oh yeah I know. Okay guys so هذا كان الفيديو لليوم، عشان كتير انبسطنا بهذا التعاون. اشتركوا بقناتي إذا مش مشتركين، رابط فيديو دايلر رح يكون بأول صندوق الوصف تحت، تغطوا عليه وروحوا شوفوا شو عمل بوشي. كمان هو دمر وشي فاعذروني لأنه شوي بس لا اللون طلع حلو عن جد، أنا فخورة فيه. فاك كتير كبير، خلينا نوصل هذا الفيديو ل نص مليون لايك، نبغى النص مليون لايك. حان وقت الانتقام. اقعد يلا هلا راح ينتقم مني جايز. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. أنا نور وبحبكم. خيرات قولوا معي خيرات. أنا نور وبحبكم. خيرات الله. وبشوفكم وين وامتى؟ الفيديو الجاي إن شاء الله.